اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. النهارده بنعمل الاكلات اللي نفسنا فيها، واحنا متفقين نعمل اللي احنا حابينه، ولكن نبحث جوه الاكله ونشوف ايه مشاكلها من الدهون، الزيوت، الكربوهيدرات، النشويات وهكذا. هنعمل طبق كفته جامد النهارده بالشوفان، ونشوف ازاي نعمل كفته الفراخ بطريقه صحيه لطيفه تناسب كل الاعمار الصغير والكبير. معانا طاجين النهارده، طاجين الخضار، هنعمله بطريقه جديده من المطبخ المغربي او التونسي او الجزائري. تشكيله الخضار اللي موجوده فيه قيمتها الغذائيه عاليه جدا، اذا كانت البسله غنيه بالبوتاسيوم، اذا كانت البطاطس كربوهيدرات ونشويات، هندخل فيه زيتون، هندخل فيه ليمون، في ليفر الزعفران، حاجه لطيفه وجميله. انا شخصيا بحب الطاجن ده لما اكله مع خبز او مع رز ابيض. معانا كمان الحلو النهارده، بساطه سهوله مرونه، البسيسه بتختلف من بيت لبيت ومن بلد لبلد. احنا بنعملها النهارده بطريقتي بالبرتقال، تقدري تعمليها بالحبات، تعمليها بالقرفه، تعمليها ممكن بالتمر زي ما انت حابه، ولكن اساسياتها نوعين من الدقيق، دقيق الذره الاصفر والدقيق الابيض. المكونات اساسيه معانا وبحطينها بالعيار علشان حضراتكم تعملوها النهارده، وتقدري تعمليها كمان هديه لعيد الام كده لطيفه، مش تروح على محل جاتوهات وتجيبي جاتوه او تجيبي تورتايه، انا عايزك تخش المطبخ تعملي حاجه من ايدك وصوابع ايدك كده لحماتك، لمامتك، لاسرتك، مناسبه لطيفه وحلوه، لان الام تاج يعني على راسنا من فوق، ونفسنا اللي بيطلع ده لولا الام ما كانش هيبقى فيه نفس من اساسه. وبالمناسبه الام طبعا عايز اقول حاجه حلوه، ان شاء الله باذن الله تعالى بكره احنا مش حارمينكم من حاجه، كالعاده شاشه القناه الاولى والتلفزيون المصري بيكون لنا حكايه مع كل مناسبه، ومفيش احلى من مناسبه عيد الام، حضراتكم عارفين هيكون لنا ان شاء الله مفاجاه مع ام لكل المصريين، لا حكايه هي هترواها بنفسها وهتيجي معانا للاستوديو هنا، وعلى فكره هي طباخه شاطره جدا، يعني تطبخ احسن مني كمان. مفاجاه بكره تابعوها باذن الله تعالى. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل مع الاكل الصحي، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. عشان السكر يدوب مع البيض لازم نخفق السكر مع البيض اول حاجه. حلو الكلام؟ عشان شفت الصوره الحلوه دي كده، مخرجنا الجميل محلك سرك اهو، سكر وبيض الاثنين مع بعض، عايزه تساعدي ذوبان السكر مع البيض اهو، سريع الخفق اهو اهو اهو، هيديك القوام ده كده اهو اهو، شفت القوام ده كده اهو، لو بتضربي البيض لوحده مش هيديك القوام ده اهو، القوام ده ما يطحش حتى لو وصلت لغايه زيزو كده، لغايه الكرين اهو اهو يا عم زيز اهو 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 اهو، شفتوا الخيط ده معناته البيض جاهز اهو، ننزل ببقيه الايه المقادير اهو. حلو الكلام. عندنا برتقان، طعم البرتقان اللي هي زيوت الطياره اللي في القشره بتاعه البرتقان، بس خلي بالك لازم تغسلي البرتقانيه قبل ما تبشريها، اسمعي كلامي اهو. البرتقانه دي عند الراجل الفكهاني ده بيمسكها ويلمس عليها، برتقانه مستويه مش برتقانه شوف البرتقانه عند الفكهاني بقى لها قد ايه، شوفي كام واحد لمسها، لازم تروحي على البيت تغسليها بميه ساقعه وتنشفيها بشاشه او منديل المطبخ بعدين تبشريها. الحاجات الصغيره اللي بتكلم فيها دي والله مهمه جدا، اهم من الاكل اللي انا بعمله. البرتقانيه تتجاب من عند الفكهاني لان موجوده عند الفكهاني، الكل طبعا بيمسكها يشوفها مستويه مش مستويه وهكذا، انت تروحي على البيت لازم تغسليها، حاجات صغيره بس تفرق معانا في التكنيك العالي للنظافه. اه دول تقليبه كده بالشكل ده كده اه 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 اه. المقادير على الشاشه، برتقان ده اساسي معانا، عصير وبشره، دي ابيض اللي هو العادي بتاعنا، ودي الذره اصفر اهو، معانا بيكنج باودر هنسقطه على الدقيق ده كده حلو، ومعانا الدقيق الاصفر بتاعنا، وهنقلب الخليط ده كله مع بعضه، نوسع كده الدنيا دي كلها زي الفل. يا نعم حاضر. نبص على الطاجين كده، ايه الجمال والحلاوه دي يا عم الشيف اهو، بيطلعه فوق ياخد لون، اللهم صل على النبي اهو اه، بص عليه وسمي بسم الله اه اه، عينيا يلا اه حلو يلا اه، تعالوا مع بعض نشوف ازاي نكمل البسيسه. قلبنا كل المقادير مع بعضيها زي الفل، الزيت نزل مع السكر مع البيض اه،
معانا نوعين من الدقيق، الدقيق الابيض حطينا عليه البيكنج باودر بنقلبه. بسيسه على طريقه الشيف المغازي، بسيطه وسهله. لازم تقلبي البيكنج باودر مع الدقيق، دي اول حاجه. وننزل بيه هنا. عكاوي بتتجاب بتتنضف بتتقطع يعني 5 سم كده العكوه، تبقى حته حلوه كده، وتجيب العكوه السمينه تشوحها على النار عشان تشيل الزفاره منها، حبهان، ورق لورو، روزماري، بهارات حلوه، تسلقيها كويس، تاخدي الشوربه بتاعتها، معلقتين فريك تحطهم معاها، طماطم مبشوره، بصل مبشوره، تحمري البصلايه في معلقه سمنه، تعملي الصلصه التمام، خديه مع الصلصه، بعد كده تحطي العكاوي في قلبيها وتدخليها الفرن. ننزل بالدقيق الاصفر. دي الدور اهو. معايا كاسرولله متهونه زبده او سمنه، وبنسقط الخليط ده كله في قلبيها. شوفوا لونها اصفر ازاي، البسيسه اهي. تحتاج شويه سوائل، معاك عصير برتقال. لا دي ما بتاخدش حليب. تاخد حليب لو مش حاطين عصير برتقال. اللي بيسال ايه الجمال ده؟ دي عايزه شويه عصير برتقال، ننزل بعصير برتقال. يلا ونقلب الخليط ده كده. معايا كاسرولله دهناها زبده او سمنه، حطينا فيها شويه دقيق. الخليط ده فل، زي هو ده القوام بتاعها. بالشكل ده كده. البيكنج باودر هنا، العضلات بتاعتنا مع خفق البيض جيدا هتديك الارتفاع اللي انت عايزاه بتاع البسيسه. اللهم صل على النبي. شوف القوام ده، شايفين اهي، تنزل بالشكل ده كده. عينيا. حبيبي مخرجنا الجميل، كلنا نسعى ونجتهد عشان نشوف صورة حلوة ونرضي كل السادة المشاهدين. نجيب الكاسرولة، عينيا، نجيب الكاسرولة بتاعتنا اهي زي الفل. يلا عشان ادخلها الفرن يا عم الشيف. ايه اللي نازل ده في الكاسرولة؟ البسيسة اهي. حلو قوي. كل دول مع بعض زي الفل. هعمل ايه دلوقتي؟ تركية حلوة كده، الشيف دايما بيحب يجود في الموضوع. معايا شرايح من البرتقال الحلوه، بهز دي كده واحط دي هنا كده، واحط عليها حبايه كريس حلوه، دي مكانها هنا معلش، ونفس القصه هنا بدلعها بقى. ونفس القصه هنا كده. عينيا ايه يا باشا، مدرسه فرسان التلفزيون المصري، مش الشيف لوحده بيجتهد، انا اخر واحد ممكن اجتهد. يا نعم الله عليك. دي على فين؟ حد يسأل لي بقى دي مكانها فين في الفرن؟ اللوكيشن بتاعها فين في الفرن؟ الله، هو ده على ارتفاع 5 سنتي من أرضية الفرن. بحط الشبكة كده وانقلها، عشان كده طلعت الطاجين من الفرن. خطوات العمل لازم تتم بالشكل ده كده. وندخلها الفرن. البسيسة على طريقة الشيف المغازي معمولة بشرايح من البرتقال قبل البرتقال ما يودعنا. يا استوفندي يا ابن عم البرتقال، الله يرحمك يا أستاذ فؤاد المهندس. حلو تمام. نبص على البسيسة بتاعتنا أخبارها إيه؟ معانا الطايم قد إيه يا شباب؟ الله أكبر الله أكبر، البسيسة في النار، ربنا يكفينا شر النار. عايزالها من الطايم تقريبا 30 دقيقة. نبص عليها؟ نبص عليها. طيب تمام. ومعانا البسيسه بتاعتنا يا رب تكون استوت. نبص عليها لسه طالعه هي، طبعا المفروض ما نفتحش الفرن كتير عليها. اهو زي الفل عينيا. اطلعها؟ ايه رايك؟ هي لسه ما استوتش، لسه ما استوتش. زي ما انتوا حابين. ادوني كمان 20 دقيقه كل حاجه تلاقوها على الشاشه. حلو زي الفل. انا هخليها اطلعها بره بس عشان الساده المشاهدين يعرفوا تفاصيلها كويس. ده تصدق بالله انت ابن حلال يا مغازي، والله العظيم بدأت اهي، ادتني الشقة ده يعني خلاص في طريقها للسوى. حلو الكلام؟ رؤية، فن، إبداع، بنشوفه كل يوم حتى الأكل الصحي. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.
We'll be right back.